يو يو يو، السلام عليكم، وش راكم خاوتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير الف مليون مليار. نعم كما العاده معكم سيدي فازيون في فيديو جديده. اليوم الفيديو راح تكون خاصه، كما قلت لكم سالوني سؤال وجواب وراح نرد لكم كاع الاسئله تاعكم. وصلوني حوالي 3000 رساله، وصلتني رسائل على الانستغرام حوالي قريب 200 رساله ولا 300 رساله على الانستغرام، على اليوتيوب، على الفيسبوك. راح نقول لكم شكرا كاع ليكم، راح نحاول نجاوبكم اكبر عدد ممكن من الناس. بصح كانت الاسئله متكرره واخترت بعض منها، ان شاء الله راح نبداو. ما تنساوش كيما العاده زهونا باللايك بالكومونتير، بارطاجيو مع كاع صحابكم باش نوصلوا الفيديو الى اكبر عدد ممكن من الناس. يلا يلا. A few moments later. المهم خاوتي نبداو دركا كيما قلت لكم بسؤال وجواب. هذا يقول لي، واش يقول لي هذا؟ هل انت جزائري؟ ما هو اسمك وما هو اسمك؟ انا من الكاميرون يا اخي العزيز، انا جئت من ادغال افريقيا، انا نقصر، انا من الجزائر واسمي سيد علي. سيد علي، اس اي دي سيد علي، سيد علي هذا هو اسمي، وانا من الجزائر، مولود في الجزائر ومولود بالوزداد، كابر في الجزائر العاصمه، واد كنيس واذا تعرفوها. ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ هذه طرحتوا لي قاع الاسئله. ما هو عملك؟ ما هو وصلني قريب 500 سؤال. هذا ما هو عملك؟ انا اجون كوميرسيال بروفيسيونيل في ترافل اجنسي في مونبلي في فرنسا. ماذا هذا يقول؟ ماذا درست واين؟ مليح هذا السؤال، ماذا درست واين؟ في الجزائر درست حتى السنة الثامنة، ومن بعد رحت للأردن درست سنة الإنجليزية، ومن بعد في إسبانيا في 2013 حصلت على سيون سوسيال إي خوريديكاس، سيون سوسيال إي خوريديكاس، كان فيها الجيوغرافي إيستوريا إي ماتيماتيكاس. ما هو مستواك الدراسي؟ مستوى الدراسي سنة أولى جامعي، ومازال نكملوا القراية إن شاء الله كما يقولوا أصحاب عنابة. القراية ما تفضش ما تفضش. أين تسكن؟ أنا أسكن في جنوب فرنسا في مدينة مونبلييه. كم تكسب من اليوتيوب؟ كم أكسب من اليوتيوب؟ والله الأسئلة اللي تطرحوا لي أحياناً نحاول نرد على الأكبر عدد منكم، الأسئلة اللي فيها نفع لكم اللي تستنفعوا بها واللي نستفيد منها تاني كنا. بس أسئلة كما هذا، لو انا كسبت من اليوتيوب اكس او كسبت من اليوتيوب ايغريك، ما تستفيد انت ولو يا اخي الكريم. لهذا اظن انه السؤال افهمت عليا، ما سي با لا بين دو ريبوند. هل صادفت مشاكل في الحدود او سفر؟ هل صادفت مشاكل في الحدود؟ الحمد لله وشكر لله، لا الحمد لله عمري ما صادفت مشاكل في الحدود. في سفر ممكن مرة صار لي مشكل اني نسيت كاع الاوراق تاعي في سيارة استأجرناها، وانا كنت في بلد واحد اخر، خلاص خليت البلد والاوراق هذوك تاع كارت بلو كيفاش يقولوا، بطاقة ائتمان، بطاقة الائتمان تاعي وكاع كانت في السيارة نسيتهم. هذا كان مشكل ليا، مشكل ماشي مشكل كبير بصح كان مشكل لازم نولي حتى لتما ولا يباتوها لي، و كان مشكل شويه صعب ليا. والله كيف تتحصل على تاشيره؟ كيف تتحصل على التاشيره؟ التاشيره نتحصل عليها من القنصليات، مع العلم ما درتش بزاف تاشيرات، ما درتش بزاف، ما ممكن ما درت حتى وحده كاع، لا ما درت حتى وحده. هل لديك جواز سفر غير الجزائري؟ نعم عندي جواز سفر ثاني من الاتحاد الأوروبي غير الجزائري. خارج البلدان العربية، ما هي أحسن الوجهات للعرب؟ واو، ما هي أحسن الوجهات للعرب؟ سؤال صعب. نقدر نقول لكم بدون شك تكون البوسنة، هذه اللي نعرفه منها، البوسنة والهرسك راح تكون الأندلس في الثاني. البوسنة والهرسك والأندلس، ولا الأندلس والبوسنة والهرسك، هذو زوج أميزين. كيف تتحصل على تذاكر سفر رخيصة؟ واو، أتحصل على تذاكر سفر رخيصة من سكاي سكانر. أنتم تقدروا تديروا من في بيوتكم تانيك في داركم،
تحوسوا في الانترنت سكايز كانال، هذا مليح بزاف. تقدروا تحصلوا على تذاكر ديجا، والله اعلم درتوا التوتوريال، تقدروا تشوفوه تحت نحطه لكم في الديسكريبشن كيفاش تستعملوه. اين تنام في رحلتك؟ اين انام في رحلتك؟ انام اكثر الوقت ننام في الهوستلز، نستعمل بزاف باش البوكينج والاير بي ام بي، احيانا ننام عند ناس بالاير بي ام بي مليح تانيك بزاف، تلقاو اسعار رخيصه رخيصه بزاف خاصه في اوروبا البلدان الغاليه قاعد تلقاو اسعار ملاح. ما هي اجمل ثلاث مدن اللي عجبتك في اوروبا؟ صعب سؤالك اخي الكريم، صعب سؤالك. ثلاث مدن عجبتني في اوروبا، نقدر نقول لك المدينه اللي عجبتني في اوروبا بزاف تكون لندن، لندن وبراغ، لندن براغ. واو. الثالثه ممكن تكون برشلونه، ممكن على هذا لندن براغ برشلونه. نعم. ما هي نوع السياحه التي تحب؟ احب السياحه الادفنتشر، كيفاش يقولوا، المغامرات، الكفاح، تكافح يوم يوم ما على بالكش واش راح تلقى في هذاك المكان. نحب وجهات سياحيه اللي ما على باليش واش راح نلقى فيها، مثلا في اوروبا الشرقيه ولا في الميدل ايست في الشرق الاوسط ولا في امريكا كان اكستريملي كول، كان البرد قاسح جدا. نحب اشياء اللي ما تجيش سهله، اللي تجي بالكفاح. هل لديك ايدول؟ مليح السؤال، والله مليح، والله كاين اسئله يعجبوني. هل لديك ايدول؟ انا ما نتبعش اي انسان، مثلا كاين انسان يحب يقلد واش يدير مثلا رونالدو ولا واش يدير ميسي ولا، انا ما الحمد لله عمري ما قلدت ولا انسان، ما نحبش يكون عندي ايدول، يعني كاع واش نديرو كيما نحب نديرو انا، كيما تانيك انا الحمد لله مسلم، تركت فيكم ما الا ان تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني نتبع غير واش قال ربي والرسول والباقي. هذوك المحاضرات تاع يعطيك الدعم ويعطيك القوه باش كنا قوي ايجابيا، كاع نلقاهم في الكتاب ربي وخلاص. هذاك مكان. ما هو بلدك المفضل للعيش مع ذكر المدينه؟ واو واو واو. بلدي المفضل للعيش مع ذكر المدينه، مدينه مالاغا البلد اسبانيا، من اجمل المدن للعيش. هناء هناء، تعرفوا شنو الهناء؟ مالاغا اسبانيا. والله البلد العربي اللي عمرك ما زرته وحاب تزوره؟ سؤال سهل بزاف بالنسبة لي هذا السؤال. البلد اللي حاب نزوره بلد عربي وما زرتوش، هذا سلطنة عمان. سلطنة عمان عندي كيوريوسيتي، كيفاش يقولوا، عندي الفضول، عندي الفضول باش نزور هذا البلد باش نشوفه كيفاش عامل وش فيه، ان شاء الله يوم من الايام سلطنة عمان. كم لغة تتكلم؟ أتكلم لا أدري كم لغة أتكلم، أتكلم اللغة القبائلية والأمازيغية، العربية، الإسبانية، الكاتالانية، الفرنسية والإنجليزية، ست لغات. مع العلم أني أتكلمها قاع هاد ست لغات، نتكلمهم شوية 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 باش ما يقولوش أو يزوخ علينا. ما هي الحكمة التي تؤمن بها؟ الحكمة التي أؤمن بها وبقوة، إذا اشتغلت 100% راح يكون حصادك 100%، إذا درت الحيلة واشتغلت 50% راح تحصد 50%، ما حاش تحصد أكثر. هذه حكمة أؤمن بها أنا. ما هي عيوبك وهل تحاول تحسينها؟ ما هي عيوبك؟ والله الانسان على بالكم باللي الانسان قاع فيه الكمال لله، قاع عنده عيوب بصح الحمد لله. واحد كي تعجبني واحد القصيده ثاني كي اسمها نونيت القحطاني تاع الاندلسي، هذا ثاني يقول لك الحمد لله الذي ربك شغل غطى لك المعايب تاعك ما كلت. ان شاء الله نحسنه، نحاول نحسنه دائما. انا انسان، انا مانيش جاي من المريخ ولا من الكاميرون كما قال لي هذاك الاخر، من هل انت من الجزائر؟ والله اصبر دقيقه برك ندير باوز.
الحمد لله بسم الله الأول وآخر. ما نوع الكاميرا والبرنامج المونتاج اللي تخدم بهم؟ نوع الكاميرا اللي نصور بهم عندي ثلاث كاميرات، نصور بالايفون 8، نصور بالجي 7 اكس مارك 2، ونصور بهذه الكاميرا اللي انا نصور بها الان هي الدي 5500. هذه هي نيكون. هذه لا لا لا. هل تدرس ام لا؟ راني مازال ندرس كما قلت لكم ان شاء الله مازال ندرسه الى اخر. ما هي مواصفات فتاة احلامك؟ فتاة احلامك لا لا. المهم، كيف تغير رأي من اخذ عنك نظرة سيئة؟ سؤال صعب هذا. كيف تغير نظرة من اخذ؟ يا اخي احنا كيما احنا ما نحاولوش نغيروا نفسنا باش الناس تاخذ علينا. احنا من اول حاجه ما ناخذوش نفسنا باش الناس تاخذ علينا غيره، باش تاخذ علينا خزره ماشي مليحه، نظره عيانه كيما يقولوا. وما نحاولش I try to be myself، يعني نحاول نكون انا كيما راني معكم هكذا، ما بلا ما نحاول نغير ولا نقلد ولا ناتورال كما يقولوا. وين راك حاب تسافر عن قريب؟ ان شاء الله عن قريب راح نكونوا في امستردام وراح نكونوا في لندن. ولماذا قال لي ولماذا امستردام؟ لاني عمري ما زرت امستردام، اول مره راح نزورها. لندن لانها احسن مدينه نحبها. خاوتي وصلتني 3000 رساله هامليك، 3000 رسالة في الفيسبوك كما قلت لكم، في الانستغرام، في كل مكان. راح يكون صعب باش نجاوبكم عليها قاع، بصح ان شاء الله نكون جاوبتكم اكبر عدد، اكبر الاشياء المهمة كما يقولوا. نحبس ان شاء الله لهنا الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله نزيد ندير لكم واحد اخر باش ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش طويل. راكم فهمتوا عليا. قريب نخرج ان شاء الله فيديو تاع مارسيليا. تهلاو في روحكم، نحبكم قاع، شبعونا لايك كومونتير بارطاجيو مع قاع صحابكم. تهلاو في روحكم، خلونا التعاليق تاعكم، خلونا الاراء تاعكم، واش تفكروا واش ما تفكروش. وكل الناس اللي راهي تدعم فينا نقول لكم شكرا من القلب، شكرا لكم، شكرا. خاطرك الحمد لله والشكر لله الاول، ومعناتها ديك الدعم تاعكم هي اللي خلات سيدي فازيون تظهر تخرج راسها من الماء. تحياتي لكم والسلام عليكم.